الدين، الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لأن أنا داخلة قضايا الإعاقة جوه الشؤون الاجتماعية، فحطيت اسمي فيها مبدئيا لأن دي فعلا الهدف الأساسي، إن أنا لازم أشوف قضايا الإعاقة. ايه أنا تاني؟ جالسة على قضية، على مقعد اسمه الإعاقة، لكن إحنا نأمل إن اللجان دي تنفصل عن بعضها، لأن وجود اللجنة الاجتماعية مزنوقة ما بين الدينية والأوقاف وقضاياهم كتيرة وكثيرة وكبيرة، أعتقد إن ده ضاغط عليها. فطبعا بدخول الفئات المهمشة وإن قضاياهم هتكبر كملفات دول اجتماعية، إحنا هنبقى محتاجين حاجة من الاتنين، إما الاجتماعية تنفصل عن الدينية، أو هنخش بإن إحنا نطالب بلجنة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة منفصلة.